هسه ما انطيتني الجواب النهائي، اي لو لا حتى اشرب القهوه. اشرب ويصير اللي تريده بعد. اشرب بالعافيه. هني هني ومري هني ومري. الله يعافيك. قول اخويا محسن. اي انا جاي حتى اخطب ايد بنتك المصون الابن نشقلت. اشرب اشرب اعتبرها صارت. اشكرك. وانت فضل صالك ساعة اشرب وبا اشرب اشرب وبا اشرب على بوت هاي السالفة. هو انت عبالك الكهوة يستخدموها بهاي باي شغلة الخطوبة. شو انا احكي لك على الخطوبة. نوبة من النوبات يا جماعة، رحت اخطب لاخوي عباد. ايه طبعا رحنا ذول البيت البنيين نخطب العتوم، سوينا شاي لعب النفس وعب ولا طعم شاي بي يمكن مسوينا اياه من شاي الحصة. لان هذا الشاي السلالة والهيل يصير مضبوط وغالي. طبعا غالي، احنا كنا نشتريه كان يبنى الدكان صغير بانا ابو محبت الف رعب على روحه. الله يرحمه. ايه خطية حتى كان ابنه محبت صعود بان نخل. اه جدا تابع يجيبه يدكح النخلات مالتنا يصعد على النخل يكرب بالسعف. ايه تعرف النخلة لازم تكرب بالسعف مالها بوها حتى لا يتأذى التمر. ايه خاصة اذا كان خستاوي. ايه خستاوي يصير ترف. ايه ابت روحه عسيسة با يتحمل بس الطخين مرت. ايه مو بس السهتي سهتي لا طول سهتي. اي حتى كتر الشبسة الثم للشتاء. اي مو بالشتاء ماكو تبر. اي اكو بس بطر وقراقيع اكو شباكو وبرد. اي اذا كان ذيك الشتوية وصلت درجة البرودة 9 تحت الصفر. اي حتى بوقت هذا بس تلتث بلوسات يلا طلعت من البرد. أي. العالم كانوا باعون علي قالوا ها عايد ما شاء الله سبنان عايد. والله يا شباعة اسالفة الضحك. شنو هي؟ ها؟ شنية؟ تشرب قهوتك يا عبي. اشرب 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 مقضية مالك انتك لا تشرب ترى طاحت فيها ثبانة. ولاك ولاك شنو ولاك. تشاهدونه حصريا على 1001.